اهلا بحضراتكم. والاهلي خط احمر وعندنا الاهلي خط احمر، فبنتكلم وبنقول وبنوضح حتى لو احنا عندنا بعض الاخطاء بنوضحها. من ضمن هذه الاخطاء كان في مباراه نهائي دوري المرتبط في كره السله اللي فاز به النادي الاهلي العام الثالث على التوالي، وكان نجمنا الكابتن عمرو الجندي بيحتفل مع جماهير النادي الاهلي وبعض الهواتف طبعا موجوده في المدرجات، فلقطوا له لقطه البعض قال انها موجهه لجماهير الاتحاد السكندري او نادي الاتحاد السكندري. فحبينا نوضح القصه باختصار شديد جدا. الحركه فيها خطا، فيها خطا اكيد. كانت لجماهير الاتحاد السكندري؟ لا. كانت لحد مسؤول في الاتحاد السكندري؟ لا. كانت لمين؟ كانت لاحد اصدقاء عمرو الجندي، لان اكيد احنا هنستفسر من الكابتن عمرو الجندي والكابتن احمد الجرحي والكابتن طارق الغنام ايه القصه. القصه ان كان في حد مراهن عمرو الجندي اهلاوي ان هو بيستفز جواه ان هو يلعب المباراه النهائيه بشكل افضل. قالوا له انت خسرت مباراه الذهاب وهتقدم مستوى تعبان زي اللي انت قدمته ماتش الذهاب وهتخسروا دوري المرتبط، كنوع من انواع التحميس. قال له طب اتفرج على اللي هيحصل النهارده في المباراه. بعد المباراه يعني النادي الاهلي فاز بالبطوله، كابتن عمرو الجندي تالق جدا في البطوله، فعينه جت على عين زميله في المدرج فقام عامل الحركه دي، واللي احنا اتفقنا على انها حركه فيها خطا. ايه اللي حصل؟ اتحاد كره السله بعد يومين من المباراه وبعد انتشار الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي وبعد يعني بيدجات لنادي الزمالك ونادي الاتحاد السكندري يعني عايزين يقيموا الحد على الكابتن عمرو الجندي ويوصلوا لمرحله ان يعني اشطبوه بقى، يعني اشطبوه ازاي تغرموه غرامه ماليه زي اي لاعب قبل كده. فطبعا اتحاد كره السله استدعى الكابتن عمرو الجندي للتحقيق ووقع عليه غرامه 20,000 جنيه وايضا ايقاف مباراتين. وهنا لنا وقفه. الموقف ده اتكرر من لاعبين كتير ولكن لقطات المباراه ما نقلتش الحدث. المفترض ان انت يا فارس بتعتمد على شريط المباراه، بتعتمد على تقرير حكم المباراه، تقرير مراقب المباراه، وده اللي بيحصل على اساسه بتاخذ الاجراءات العقابيه دي ضد اللاعب. اللي حصل ان الكلام ده لا اتكتب في تقرير الحكم ولا مراقب المباراه كتبه ولا الاشاره كانت موجهه لجماهير الاتحاد ولا لمسؤول الاتحاد. هي قصه مش في دي بس، هو موضوع يبدو كده ان اتحاد السله يا جماعه في موضوع العقوبات يعني بيتعامل بفكرة القوة الجبرية أو بيتعامل بفكرة إن أنا ما عنديش معيار ثابت بعاقب من خلاله، لدرجة إن كابتن أحمد مرعي تعقيبا على أوجاستي نفسه يا أسامة لما بيتكلم عن الاتحاد قال لا مراقب المباراة كان جنبي ولا جنب أوجاستي ولا كتب حاجة من اللي حصل ده، واتحاد الكرة هو اللي خد الموضوع بنفسه بعيدا عن إن ما فيش تقرير من مراقب المباراة. ويا جماعة طول ما الموضوع متساب كده حمال أوجه ومتساب كده بالشكل اللي هو ما فيهوش حاجة أنت ماسكها واحد زائد واحد يساوي اتنين هيبدأ يتاخد فيه فكرة الألوان وفكرة الأهواء. بص، هو طبعا دكتور مجدي أبو فريخة رئيس اتحاد كرة السلة كان عنده تصريح عن قصة أوجستي مع مرعي، نشوف الفيديو عشان الناس تفهم القصة ماشية ازاي وإن مشكلتنا مش في معاقبة المخطئ بقدر مشكلتنا في عدم تثبيت المعيار مع المخطئ. ليه الأهلي 30 وليه الزمالك 20؟ الأهلي اللي بدأ والحكام وراحت له وراحوا للجهاز الفني الاهلي بلاش شتيمه مره الثانيه، بعد كده الزمالك بدا يشتم، يعني الاهلي هو السبب في التجاوز، قد يكون ان هو اللي خلى جماهير الزمالك تشتم. تمام، جماهير الزمالك تشتم عقوبه، لكن اللي بدا لازم بيبقى عقوبته اكبر شويه. ده طبقا للائحه موضوعه بالفعل؟ تمام، مفهوم. طيب اوجستي ليه تم تحويله للتحقيق كابتن مجدي؟ تجاوزه مع المغايب في الكلام بالاضافه ان هو شتم الجماهير وهو خارج من الصاله. التحقيق ده بيجي بعد ايام من التحقيق مع الكابتن احمد مرعي مدرب الزمالك بعد مباراه طلائع الجيش، كنت حققته معاه بحسب ما قال لي هو. كان كنا حققنا معاه، كان شتم اللعيبه بتاعته. ممنوع اصلا الشتيمه في الملاعب الرياضيه، القانون الدولي بيمنع شتيمه المدرب للعيبه او تعدي عليهم او الجمهور او كده، ممنوع تماما. هو كان قال معايا هنا انه يعني انا كنت ممكن افهمها لو الزمالك اللي بيحقق معايا، لكن ايه علاقه اتحاد السله بعلاقتي انا باللاعبين؟ لا، ده قانون الاتحاد الدولي بيمنع ذلك. تمام، ده يا ريت انا كنت سمعت كنت رديت برضه. لكن هو انا بصراحه اتناقشت معاه وكان رايي شبه راي حضرتك. هو يعني نفسه قال انا غلطان وكده، لكن هو حته ان الزمالك المفروض فعلا الزمالك برضه حقق معاه في حاجه زي كده، ما حققش معاه الله اعلم يعني. لكن احنا كاتحاد اي تجاوز داخل الملعب من حقنا ان احنا نحيل المسبب في التحقيق. طيب الكابتن مرعي هل في اي حاجه تخصه في مباراه الامس؟ لا لا، هو خد تكنيكال فاول
طلع بقى الصاله ملتزم خلاص، انتهى الموضوع، لم فيش اي تغيير عليه من الحكام ولا من النواب ولا من اي حاجه. يا جماعه احنا كل اللي بنتكلم فيه المعيار، كابتن عمرو الجندي هتلاقي له اتحاد السله جاب له المعيار زي ما هو عايز وجاب له مسببات ان هو يعاقبه، هتلاقي الكلام عن كابتن احمد مرعي مدرب الباسكت في الزمالك فهتلاقي بيتقال اصل المراقب ما كتبش حاجه، مع ان اصلا البث الرسمي اللي على صفحه اتحاد السله للمباراه موضح كل حاجه وجايب كل حاجه، فاحنا قصتنا عايزين المعيار، واحنا زي ما بنقول اتحاد السله احيانا لما بيجيد بنيجي نقول اتحاد السله عنده ضوابط وعنده لوائح ماشي عليها وبيعاقب بيها وبياخد بيها قرارات، فنتمنى يكون دايما عندنا اللائحه وعندنا المعيار اللي موحد على الكل مش بيبقى حسب الاهواء.